هعيش مع زوج وهو متزوج بأخرى ولا لأ؟ والشفافية وأبسط قاعدة العدالة زي ما بدأت كلامي هي إن كل الأطراف تبقى عارفة الحقيقة فين. فدي ده مسألة مهمة جدا، ولازم اختار الزوجة ولازم علمها بقى، وهو ده اللي بيأكد عليه القانون. أستاذ أحمد، أنتوا مودة، هل لكم تداخل مع مشروع القانون الجديد؟ هو طبعا في مجموعة من التوصيات اللي تقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن يعني، واللي بناء عليها بيتم كان بها أو من بيتم ناتج طرحها عملكم في الشارع كمشروع مودة؟ أكيد طبعا، وخاصة إن كمان يمكن ملامح المشروع اللي هو طبعا لسه ما فيش حاجة ظهرت إلى النور يعني، ولكن الملامح اللي قايم عليها المشروع هو إعادة صياغة وثيقة الزواج ووثيقة الطلاق بما يتيح ان احنا ما يتفق عليه الطرفين في البدايه لا يترتب اي اثار على عقد الطلاق ما لم تخطر الزوجه بهذا الطلاق، لان في بعض الازواج بيطلق وما يخطرش الزوجه بالطلاق، طلاق شفوي مثلا، فلا يترتب عليه. في بعض الامور اللي تم رفع توصيات بيها الى وزاره العدل في مرحله صياغه هذا القانون يعني. الطلاق الشفوي يا دكتور، احنا شفنا رأي الأزهر بشكل قاطع انه الطلاق الشفوي بيقع لكن لابد من اثباته. طب لو الزوج ما اثبتوش؟ لا، هنا لازم يوثقه، ولو حصل طلاق وقدرت الزوجة تثبت ان هناك طلاق، الزوج بيتعرض لعقوبة عليه ان هو في خلال مدة معينة يوثق هذا الطلاق، وإلا تعرض ليه عقوبة هيحددها هذا القانون. والعقوبة هنا ان كأنها بالضبط يزور في الأوراق، لان المفترض ان بتبقى عقوبة تزوير. وهو محدد لها يعني حبس. حبس موجودة في القانون وهتبقى موجودة في المواد القانون. هو القانون الحقيقة هو بيلم 6 قوانين نعمل بيهم الآن صحيح. في مجال الأحوال الشخصية، اللي طبعا هنحاول بقدر الإمكان في هذه المواد أنه يلم كل ما يتعلق بالنزاعات الأسرية. فعشان كده ده جزء، أنا توقفت عن النفقة، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ كل الكلام ده هيبقى موجود في القانون وتفاصيله. طيب الرؤية شكلها زي كل المناطق الخلافية هتبقى مفصلة واضحة جدا قدام الأطراف وقدام المحكمة وقدام المعاونين المحكمة، لأن احنا عندنا معاونين زي ما اتفقنا كده، هم دول اللي هيسهلوا الإجراءات وهيخلوها إجراءات بسيطة. مش هنروح للقاضي احنا نطلب منه زواج، أو نروح للقاضي نطلب منه إجراءات تتم، ولكن هو هيتبعها وهيتبع الإجراءات لضمان مدى تحقيق العدالة في هذه الإجراءات بالكامل. أستاذ أحمد، أهم الملاحظات اللي بعتوها هو يمكن هي ملاحظات من مستقاه يعني، طبعا احنا برنامج مودة هو لتأهيل المقبلين على الزواج، ولكن هي مستقاه من بعض الملاحظات اللي الشباب بيقولوا ان هي ممكن تكون هتواجههم مستقبلا، او بيشوفوا حد من الاسر اللي حواليهم بيواجههم، وخاصه فيما يخص يمكن ما بعد، يمكن لو في اولاد بقى والنفقات اللي بتبقى ممكن تكون متاخره، والمصادر الصرف على الاسر بشكل او باخر، وعلى الولاد وعلى التعليم وما الى ذلك. دي من اهم الحاجات يمكن اللي هي اللي كانت مصادر خلافات. بالظبط بالظبط.